رفع معاشات المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 2 و7%، إلغاء ضريبة الإيجار على من يقل دخلهم عن 30,000 دينار، مع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون السميج ب2000 دينار، إجراءات هل ستكون كافية للرفع من القدرة الشرائية المتضررة والضعيفة للمواطن الجزائري؟ خبراء في الاقتصاد يوضحون. هذه الزيادات تعتبر دعنا نقول جرعة أكسجين لهذه الفئات التي دخلها محدود، وبالتالي يعني قد تساهم في الاستجابة لاحتياجاتهم يعني مستويات ضعيفة، ولكن يعني من حيث القدرة الشرائية تبقى هذه الزيادات يعني غير تلك المرغوبة، لأن هناك تدهور كبير للقدرة الشرائية، ويعني هؤلاء يتطلعون إلى زيادات أكبر. زيادات جاءت في ظل وضع اقتصادي مالي صعب واستثنائي ستكلف الخزينة العمومية مبالغ هامة، ما دفع إلى اللجوء للاقتطاع من ميزانية التسيير لسد العجز. يبقى الأمر أنه لابد من استرجاع يعني تراجع الكبير للقدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الدينار، وهذا في اعتقادي يحتاج إلى وقت، لأن الوضعية الحالية المالية لا تسمح بذلك. سيكلف هذا الحكومة حوالي 200 مليار دينار جزائري، والحكومة حاليا يعني لجأت إلى تخفيض نفقات التسيير لتغطية هذه المصاريف 50%. تدهور قيمة الدينار، غلاء الأسعار وأثار كورونا على الاقتصاد الوطني عوامل قد تزيد من ضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط.